هذا العيد تجلى الرب يسوع، أظهر الرب يسوع ولو للحظات قبل الآلام أنه هو شعاع الآب، أي أنه هو المضيء وأن نوره لا ينطفئ وأنه سيكون منيرا لنا وللعالم إلى الأبد. ولذلك اجتماعنا في عيد النور هذا مهم، لأننا مسؤولون أن نحمل نور المسيح إلى الآخرين. ألم يقن الرب يسوع أنا نور العالم ثم قال لنا أنتم نور العالم؟ تصوروا هذه الرحمة العظيمة، أنا الإنسان الخاطي الترابي وأنتم الذين تتعرضون للخطايا، نحن يسمينا الرب يسوع المسيح أنوار للعالم. يقول لي ولكم مع كل ضعفاتنا ومع كل خطايانا أنتم نور العالم، بعد أن قال عن نفسه أنا نور العالم. ولذلك في عيد النور هذا يا أحبة، هذه وصية ربنا يسوع المسيح لكل واحد منا، أنكم أنوار. أنتم ليس فقط من أجل موسم يقع في السادس من شهر آب تأتون إلى هذه الكنيسة المقدسة، أنتم تصلون لكي يشرق عليكم نور المسيح ولكي تصبحوا إذا ما حل فيكم هذا النور الإلهي تصبحون أنوار. أنتم تصطعون روحيا، مدعوون أن تصطعوا بنور السيد وأن تحملوا هذا النور. أنتم مشاعر بشرية حقيقية لنور المسيح، والعالم ينتظر منكم هذا النور. بعد وقت قصير سوف يغيب نور الشمس عنا، لكن نور المسيح لا يغيب أبدا وأنتم تحملونه. فالرب يقويكم لكي تكونوا حاملين لنوره. في هذا اليوم في هذه الخدمة نتذكر أبا بفضله وبمسعى نجتمع في هذه الكنيسة المقدسة، وهذا أول عيد بعد انتقاله إلى نور السماء. نسأل معكم له هذا النور، ونسأل منه أن يكون شفيعا يتضرع إلى رب الإله لكي يحفظ كل واحد منك بنعمته، يحفظ عائلاته، يحفظ جميع الذين أتوا والذين لم يستطيعوا المشي. أن يحفظ الرب الإله وأبونا إبراهيم منتصب أمام عرش الله في النور الأزلي، هو الذي يقدم معنا هذه الصلوات إلى عرش النور الإلهي لكي يكون نوره في قلوبكم وفي قلوب أحبائكم، لكي يستنير العالم بنور الرب، وحينئذ يستيقظ كما يقول رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فليضيء نوره في حياتنا جميعا لنباركه ونمجده إلى أبد الدهور. آمين.